ما قالوا لي السميه ديال المرض هذا كاع هو سرطان ما عارفين سميتو. اكثريه واكثريه ملي كتقول لها ماما تقول لها انا كتقول لها ماما انتما كتشوفوا انا ما كنشوفش انا بغيت نشوف. دينا البنت للطبيب على اساس جلاله. فاش ديت هاد البنت هادي على اساس جلاله درنا لها التلفازه الاولى والتلفازه الثانيه داكشي غادي وكينتشر. قال لك تحيد لها العوينه ما غيبقاش فيها المرض. سنين على ورقه انا والام ديالها سنين على ورقه باش يحيدوا لها العوينه باش ما يبقاش فيها المرض. حيدوا لها هادي جينا للدار عطاونا شي دواء جينا للدار حنا طعنا للمركب مركب باش نتبعوا مع هذيك العلاج ديالها. فاش صيفطتنا الطبيبه للاف زيرو باش واحد لا ماشين ديال الودنين ولا ما عرف ديالاش مشينا لتماك قالوا لنا خاسره. رجعت عند الطبيبه قلتها لها قلت لها قالوا لي راه لا ماشين خاسره. قالت لي انا ما عندي حتى علاقه في ديك الشيء هذاك. هبطت بحالاتي للدار كنتبع لها غير ديك الدواء. ملي كنتبع لها ديك الدواء خرجت لها هذه ها هي هذه العين هذه بدات كتخرج لها. رجعتها لهم باب الحديد ملي رجعتها لهم قلت لهم شوفي عينها كي كتخرج. قال لك هذا الشيء عادي نورمال. طلعنا بحالاتنا البنت غادي طاحت لها عاوتاني الدجاجه من هذه العين هذه. فاش ديتها لهم باش يردوا لها ديك الدجاجه قال لك تدير التحليله. درنا التحليله جبناها لهم قال لك البنت ما غنديروها لهاش هذه. علاش؟ قال لك هذه بدات كتخرج وهذه هي ما كتخرج ما والو. علاش ما بغاوش يديروا على ديك الدجاجه؟ وديك الدجاجه شريها ب 84 الف ريال باش مشريه. ولحد الان كنبقاو طالعين هابطين في الطبيب بلا فايده بلا فايده. مشينا درنا زادوا لها الدم الاحمر مشينا باش يديروا لها لي بلاكيت ما لقيناش لي بلاكيت. هذه دابا جوج سيمانات وحنا كنقلبوا لها على لي بلاكيت ما لقيناش لي بلاكيت. نفس المرض اللي كان في هذه العين رجع لها لهذه العين هذه. المشكل عندها في الدم وفي العظم منتقل لها للراس. ما قالوا لي السميه ديال المرض هذا كاع هو سرطان ما عارفين سميتو. العلاج ديالها كيقولوا لي 50% تعالج 50% ما تعالجش. عقلي كامل مع بنتي ما كنمشي لا الخدمه لا حتى شي حاجه. انا كنت كنخدم مع مصور مساعد مصور كنت كنبريكولي على راسي هكايا. اللهم لك الحمد ملي مرضت بنتي ما بقيتش كنمشي كاع للخدمه يعني نهائيا. دابا مقابل غير بنتي كنقيلو طالعين هابطين لديك الطبيب. البدايه ديالها منين بدات لها شي بيوضيه على في عينيها قلت لها بنتي هاد البنت راه راه يمكن طلعت لها جلاله. نبطوها الباب الحديد هبطناها الباب الحديد. ايوا قلنا لهم شني قال لك هادي ضروري غطلعوا ديروا لها السكانر ديروا لها الراديو ديروا لها تحاليل وعاد جيبوها لنا. فعلا طلعناها المركب درنا لها التحاليل درنا لها السكانر درنا لها سيدي الراديو جمعنا لهم ديك الشيء هودناه. ملي هودناه قالوا لنا هادي ضروري خصها عمليه نحيدوا لهاد العوينه وكما الله وعسى هاد الشيء راه عندها غير في العين. ما قالوا لناش راه مستجر في الراس. قالوا لنا هاد الشيء عندها في العين نحيدوها لها. بقينا كنشوفوا قلنا اللهم في ديك العوينه تحيد لها تبقى لنا اللهم في عوينه وحده والحمد لله. المهم ساعدنا معاهم دخلناها داروا لها العمليه حيدوا هذيك العوينه. خرجات منين خرجات ماشي عطاوها شي حاجه ما نتبعوا لها ولا قالوا لنا داروا معنا موعد ديال الرانديفو. هودناها داروا دوز الرانديفو قالوا لنا راه مزيان. كنا اللهم لك الحمد. شويه وهي العوينه ديالها الاخرى بقات كتمار لها. طب انت هاد البنيته راه حنا خصنا نوليو نردوها لهم هاد العوينه راه كتمار لها. هبطناها لهم قلنا لهم زعما هاد البنيته راه بقات العين ديالها راه بقات كتمار. دوزوا لنا قالوا لنا شوفوا حنا هاد العين ما عندناش علاقه. حنا عندنا علاقه بهادي اللي زولناها لها راها مزيان. دابا نتوما طلعوها للمركب تبعوا لها في المركب صافي صيفطونا للمركب.
منين طلعنا للمركب قالوا لنا داك اللي غيتبعوا لها بيه، قالوا لنا ما كاينش خاسر، ما الشيميو ولا داك الشيء، قالوا لنا خاسر. المهم الثمن هكا شي شهر هكاك شهر وحنا طالعين هابطين طالعين هابطين ما كاينش، قالوا لنا حتى العام جديد عاد غادي يكون هذا الشيء. ساينا حتى العام جديد طلعناها طلعناها ما كاين حتى شي، بقاو كيطلبوا لنا التحاليل على برا، الراديو على برا، مساكن ما عندهمش حتى باش يركبوا في الطاكسي، راك عارف حال هذا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اش غنقول لك اولدي، كانت تما خدامه منها ما بنتها مرضت حطاتها عندي، بقيت كنقول لها بنتي غير اجي، لحقاش البنت كتمرض لي بزاف في يديا، كنقول لها بنتي انا ما قاداش عليها، اجي بنيتي البنت كون رزق الله. المهم صافي جلسات من الخدمه، هو ديك الخدمه عنده قليله ما كاين شيء منها غير داك الشيء ديال التصوير غير مع الناس. المهم الحاله ولا حول ولا قوه الا بالله، الله يدبب الحاله للجميع. هاد الناس راهم كيتقطعوا كيتقطعوا على بنتهم وكيقيلوا في باب الحديد، من باب الحديد كيطلعوا المركب، راه ما كاينش ما عطاوهم شي حل اللي غادي اللي غيعاونوهم، ما قالوا لهم كيديروا دوك التحاليل ودك السكانيرات ودك الشيء، كيعطيوهم داك الشيء ما كيعطيوهمش جواب شنو هي عندكم حتى اصلا بنتكم اشني، واش غادي تبرى او لا ديو بنتكم بحالاتكم صافي، لا راه ما عندهاش العلاج، هذه ما سمعوهاش منهم نهائيا. كيقيلوا مني ملي كيطلعوا مع 8 الصباح، الا بالله القسم وراني ما عنديش غنكذب، الا كيجيو من بعد الخطره كيجيو حتى 10 د الليل من الطبيب. ولا بنتي شنو درتو؟ تقول لها امي والو ما عطاونا حتى حل، كنطالبوا من المحسنين، كنطالبوا من جلالة الملك الا سمعني ولا شاف هاد البنيته، ومن الجميع اللي شاف هاد البنيته غير المعالجه ديالها البنيته، راه قطعت لنا القلب ديالنا، راه حنا ولدي قطعت لنا القلب ديالنا. هادشي ما كنطالبوا، كنطالبوا غير هاد البنيته تعالج. كانت بعوينات اكثريه واكثريه، ملي كتقول لها ماما تقول لها انا كتقول لها ماما انتم كتشوفوا انا ما كنشوفش، انا بغيت نشوف اقسم لك باليمين الى غول البارح قالتها كل شيء ما كاينش اللي ما بكاش على هاد الكلمه هادي. كتقول لها ماما انا كنشوف انا خصني نشوف. ايوا الحمد لله حنا كنطلبوا ربي يحن عليها وينضر من حالها، راه غير صبيه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.